جولة في السطح بتاعي يا جماعة، وهتتصدموا لما تعرفوا ازاي انا باني العشش. في ناس منكم ممكن تكون بتعرف تبنيها وناس ما بتعرفش تبنيها، وبرضه هعرفكم على السطح بتاعي اكتر وعلى الطيور اللي عليه وعلى الطيور اللي هنشتريها والاماكن اللي بعملها للطيور وازاي بقدر من شوية زبالة او شوية كراكيب قديمة زي كده ان انا ابني عشة ووفر معايا كتير جدا وابني مكان للطيور زي ما انتم شايفين كده، من قماش قديم لخشب قديم لحاجات قديمة بقدر ان انا اعمل عشة كويسة للطيور تقعد فيها. وهنفطر الطيور مع بعض يا جماعة وهنسيبها برضو. اهم حاجة بس قبل ما نبدأ الجولة كده وقبل ما نعرف بنبني العشش ازاي وكل الكلام ده كله، ما تنسوش يا جماعة بس تعملوا لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد من الناس تشوفه وتستفيد، واللي مش مشترك معنا في قناتنا يوميات في مزرعتي يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. وبالله عليكم يا جماعة ما تنسوش اللايك، علشان اللايك هو اللي بيعرفني الفيديو عجبكم ولا ما عجبكمش. وهنفتح دلوقتي للبط ونرجع نكمل الفيديو. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على دي أول حاجة يا جماعة هي العشة اللي حاطت فيها البط ده، أو بمعنى أصح هي مش بتاعتهم، هي أنا عاملها كحضانة إن أنا أحط فيها الطيور الصغيرة، فبالتالي يا جماعة مقفلها تقفيلة كويسة جدا جدا جدا. طبعا أنتوا شفتوا لما أنا لطست معاكم ده يا جماعة عبارة عن إيه؟ عن طين اللي هو التربة الزراعية او التربة اللي هي بتطلع من بطن الارض، تمام؟ بجيبها وبخمرها وبحط عليها التبن ده يا جماعة في ناس كتير جدا منا عارفاه وناس مش عارفاه. لو ما عندكمش تبن ممكن تحطوا قش، ما فيش قش ممكن تجيبوا الحاجات اللي بتبقى متساقطة من الشجر. الكلام ده للناس اللي هي عايشة برا مصر زي اللي في العراق، والناس دي كلها طبعا على عينه وعلى راسه، لان الفيديو ده اللي طالبه واحد من العراق. فانت ممكن تجيب الحاجات اللي تحت اللي بتسقط من الشجر وتفركها، تنشفها وتفركها وتعمل بها، تمام؟ فده كده الطين، تمام؟ وبنعرش بقى ازاي او بنحط ازاي. شايف ده قش بقى وخشب وكده، وبحط كراتين وقماش وحاجات واقعد الطس عليه بالطين. نيجي بقى للبنى. البنى ده عباره عن طوب، شايفين طوب ازاي يا جماعه؟ ده طوب، وببدا ان انا ارصه فوق بعضيه بالشكل ده كده. تعالى بس هوريلك على الحته دي، ده بتاع المنور اهو. ببدا ان انا ارصه كده بالشكل ده كده لحد ما اعمل الشكل اللي انا عاوزه او المقاس اللي انا عاوزه. ممكن يا جماعه نبنيها بسمنت وممكن ما نبنيهاش بسمنت، تمام؟ والسقف بتاعها اهو. وطبعا لازم اعمل في العشه تهويه زي ما انتم شايفين كده. والباب بتاعها شايفين ده انا عامل الباب بتاعها محكم ازاي؟ الباب ده بتعمله عند نجار عادي، بتخلي نجار يطلع يعمله لك او كده على المقاس. طبعا الباب ده يا جماعه متكلف 50 جنيه، الباب ده متكلف 50 جنيه غير الخشب من عندنا. عشه الوز هي برده يا جماعه مبنيه بنفس الطريقه، بس دي كبيره، بس دي طبعا مش محبوكه، دي انا كنت شاري لها سجاد قديم ومعرشها بيه، وبرده مش عامل لها باب، شايفين بسد عليهم بقى طبعا لان الوز كبير فعنده امن اهو. يا جماعه وممكن تبنوا باسمنت او باي حاجه. دي برضو عشه اللي بربي فيها البط الرائد، اللي بحط فيها البط الرائد، مبنيه برضو بس متعرشه بطوب، تمام؟ نيجي بقى للعشه دي يا جماعه. العشه دي زي ما انتم شايفين كده انا عاملها بخشب، بحتت خشب كده بقفاص. الاقفاص دي يا جماعه اللي هي البرانيك بتاعت التفاح. ممكن تعمل عشه بدي بالبرانيك دي، بس برضو يا جماعه لازم يكون معاكم حاجه شايله العريشه، حاجه شايله العريشه، لان انا برضو شايفين حاطط هنا التلفزيون قديم اهو، فوقها خشب وكوتش عشان يشيل العرق. هنا الصفايح يا جماعه اللي هي بتاعت الجبنه،
حطيتها سليمة، بس كل الصفايح اللي تحت دي، كل الصفايح ده انا حاطط في قلبها طوب. شايفين الطوب؟ كل الصفايح انا حاطط في قلبها طوب وكسارة صغيرة، طوب وكسارة صغيرة. برضو دي يا جماعة العشة دي كنت عاملها للأرنب. العشة دي يا جماعة انا لطستها معاكم السنة اللي فاتت في الشتاء اللي فاتت زي دوات كده، بالحاجات اللي كانت تحت الوز والطيور. تمام. الباب ده برضو يا جماعة عامله ب50 جنيه. الباب ده عامله ب50 جنيه اهو، بس برضو الخشب من عندي. دي العشة اللي انا بحط فيها او ببيت فيها الطيور اللي هي الكبيرة، كنت عاملها يعني للأرنب. نيجي بقى يا جماعة للعشة دي. العشة دي انا بنيها بسمنت. العشة دي اول عشة بنيتها على السطح، اول عشة بنيتها على السطح ده، وكنت بنيها بسمنت. كنت جايب واحد بنيها لي، كانت متكلفة لوحديها 200 جنيه باسمنتها بحاجتها. طبعا الطوب ده انت بتلمه كسار الطوب بقى من عندك او اي حاجه، باسمنتها بحالها بمحتالها. والباب بتاعها كان معمول ب100 يا جماعه، لان النجار هو اللي كان جايب الخشب من عنده. ودي كنت بحضن فيها الطيور الصغيره، دلوقتي بقت حاطط فيها ايه؟ حاطط فيها الارانب. شايفين؟ طبعا يا جماعه بستغل برضو اللي هو الجزء بتاع الحائط بتاع السطح في ان انا باجي اعمل عليه العشه علشان يوفر عليا في البناء، يوفر عليا في البناء. نيجي هنا يا جماعة، دي عبارة عن ان انا من هنا كده حاطط خشب وحاطط حاجات قديمة ومثبتها بمسامير طبعا، وجوه قايمة على اللي هو الجزئية بتاعت الحيطان. يعني شايفين من هنا الحاط بتاعت العشة، وهنا الحيط الاساسية بتاعت السطح، وهنا جزء برضو، وسايب لها الباب بتاعها كان معمول لها باب بس سقط. تمام. فكده يا جماعة الطريقة اللي انا بنيبها العشش، وده السطح بتاعي. تمام. شايفين برضو يا جماعة هنا الجزئية ديت، ناس كتير جدا بتسأل عليها، يا جماعة احنا حاطين الحاجات دي علشان الحرارة، ولا بتجيب بقى حشرات ولا بتجيب اي حاجة من الحاجات دي؟ الناس اللي بتقعد تقول لي حشرات ومش حشرات. وفي ايه في الشجرة دي؟ في حاجة في الشجرة دي يا جماعة. ارنبة داخلة بقى بتعمل ايه تقريبا؟ دي بقى بتعشى. شايفين؟ طب اطلعي اطلعي. فزي ما قلت لكم كده يا جماعه، شايفين الارنبه ما كانتش عارفه تطلع. زي ما قلت لكم بقى يا جماعه كده، ان الجنب ده ما بيجيبش حشرات وما بيجيبش اي حاجه للناس بس اللي بتقعد تسالني وكده. وطبعا يا جماعه بقى وفروا واعملوا اي حاجه على السطح بتاعكم يعني هتبقى كويسه. اهم حاجه بس حاولوا انكم تبقوا مثبتين الحاجه كويس علشان ما تطرش والكلام ده كله. ودي كانت الجولة بتاعتنا يا جماعة بتاعت الطيور. والناس اللي طالبة مني ان انا ابني قدامها عش اساسية، احاول بس ان انا اجمع شوية طوب من ده كده اللي انا رصه في الارض، احاول ان انا اجمع شوية طوب ان شاء الله، وهبقى اعمل لكم عش عملي قدامكم. هقطع لهم بقى البرسيم يا جماعة واجي نوكلهم مع بعض قبل ما نختم الفيديو. هقطع لهم البرسيم وارجع لكم. شايفين يا جماعة قطعت لهم البرسيم اهوت. طبعا انا لسه بس بفطرهم كده برسيم، لان البطاطس اللي عندي خلصت وكمان الدشيش، فما عنديش بصراحة غير برسيم. لسه بقى هنزل دلوقتي اشتري البطاطس واشتري دشيش. شايفين يا جماعة؟ طبعا باخد بقى الدكشية الراس الحلوة دي احطها للارنب. شايفين؟ ما شاء الله اللهم صل على النبي. انا بس مستني الصغيرين يطلع عشان اوريهم لكم. شايفين الكيوت اللي طالعه من البلاص دي اهو؟ ما شاء الله اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لنا يا رب ويبارك لكم. والطيور هات يا جماعه. ودي كانت الجوله بتاعتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، واسف على الاطاله والازعاج.